يواصل الآلاف من الفلسطينيين النزوح إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب توسيع قوات الاحتلال عدوانها على المناطق التي وجهت الفلسطينيين بالنزوح إليها، حيث تستضيف مدينة رفح الفلسطينية وحدها أكثر من نصف عدد سكان القطاع بأكمله. هذا وأبدى عدد من الفلسطينيين تخوفهم من استمرار استهداف رفح، مشيرين إلى اكتظاظها بالنازحين دون وجود مقاومات للحياة. من دون مأوى بارد ونكب، وحتى غير آمنة كمان للحياة، غير آمنة. أولادنا في الليل بخافوا، وهينا لو بدنا نطلع من رفح إحنا مش عارفين وين نروح، ولا عارفين مصيرنا ولا مصير أولادنا. خايف على نفسه، على أطفاله، على بيته، على حاله. مشتتين هينا إحنا في الخيام يعني، ومش عارفين وين نروح. يعني معناته الحين وين بدنا نروح؟ ما ضلش في حياة غير نموت هنا في بلادنا، أحسن من ما نروح هيك ولا هيك.